رح نتعرف على تفاصيل وتكنيك حلو ممكن ينفعهم. مال الديلي ميك اب اليوم رح نسوي. رح نسوي ديلي ميك اب؟ اي. اوكي. الفقرة اللي تقريبا اغلب البنات خلينا نقول مدى يلكفوها بالمصطلح الدارج. تمام. انه شلون اني اطلع حلوة الصبح او اطلع حلوة بشغلي بدون ما اخلي هيفي ميك اب، بدون ما يعني اتكلف بالميك اب مالتي، بدون ما اخلي لايرز هواية مال الفونديشن مال كونسيلر. حلو. شلون ممكن اكون اتراكتيف وبنفس الوقت سمبل. حلو. يعني خلينا نقول هاو تو بي سمبل اند اتراكتيف. اليجنت. بالضبط. اليجنت. اي نقول ان جود واي. بالضبط. يعني هاي تفاصيل حلوة. تاتشات بسيطة. وطبعا عامل الوقت بالنسبه لهوايه بنات يفرق، بالنسبه اذا كانت كليه او شغل او حتى طلع الصديقات. هوايه مثلا تبقى نص ساعه، ساعه مرات قدام المرايه، وهي صحيح. ما تستاهل الشغله يعني تاتشات بسيطه ممكن تحل لنا الموضوع بشكل كلش افضل. حبيت يعني اليوم ان شاء الله رح نسولف عن تفاصيل كلش حلوه. انه يقولوا يكونون البنات مرتاحين ويا متصالحين ويا بشرتهم، وبنفس الوقت انه حابين شكلهم. فخلونا نروح نشوف التفاصيل سوية حتى أنا يستفاد وهم يستفادون. يلا let's go. طيب غياث، عادة هم البنات يعني يحبون، خلينا نقول مو المبالغة، بس إنه يفكرون إنه كل ما زيدوا بالميك اب، شلون ما سولفنا إحنا لأنه هو عن الميك اب نو ميك اب، كل ما زيدنا بالميك اب إنه نفكر إنه أو ماي جاد هذا أحلى، هذا التنت أقوى، هاي التفاصيل يعني أضبط. فأني عادة مثلاً شخصياً أستخدم التنت. هلا بيسكلي إنه أنت يومياً مثلاً شو تفضل البنوتة هي تحط؟ إنه ممكن إذا للكوليج أو مثلاً طلعة نهارية ممكن تخلي بس التنت مثل ما قلتي، وممكن كونسيلر بس على مود نخفي العيوب. نخفي العيوب تحت العين. ممكن بس رموش وكحل داخل العين. بسيط. يكون ميك اب كلش سيمبل وبنفس الوقت يعني كلاسي. طبعا اكيد كل ما هو كلاسي كل ما هو افضل. أكيد. فاني افضل انه احنا نشوفهم للمشاهدين شو راح نسوي. ميك اب نو ميك اب، حنطبق الميك اب على موديل ونشوفهم الميك اب. يلا اوكي تمام. هسه راح نسوي الكلاسي ميك اب اللي فينا بالميك اب النهاري. اللي افضل انه اغلب البنات تتبعه اذا كانت بالكليه مثل ما قلنا، بالطلعات النهاريه، بالشغل همينة، كذلك بالشغل، اللي هو يكون بنفس الوقت ينحت الوجه، يبين التفاصيل الحلوه ويخفي الديفوهات. حبيت. يلا خلينا نشوف لا تسوي. خلينا نبلش. ستنزعج من اسرتي الهوايه؟ لا بالعكس. فأنا كلش حبيت بعد اللوس باودر التكنيك اللي استخدمته، فاشرح لنا اياه هيك بطريقة سريعة شلون سويته. طبعا احنا ما سوينا شيء يعني بعد اللوس باودر، مجرد انه خلينا كحل داخل العين، كحل اسود. أوكي. ودمجناه يعني شوية نزلناه على اللي يسموه الووتر لاين، نزلناه عن على مجرى الدماء. بالضبط. وخلينا رموش. واكو فقرة هواية بنات ما يعرفوها، انه الخط الرموش العلوي مو السفلي، من نخلي بقلم كحل راح يزيد لنا كثافه الرموش طبيعه الحال. فراح لاحظت اني هذا الشيء. بالضبط. فراح تبين العين اكبر. حلو. مصطلح خاطئ انه الكحل الاسود يصغر العين. أوكي. هو ممكن يحدد لون العيون. اوكي. بنفس الوقت انه ينطيها شويه اتراكتيف، انه يكون اللوك اتراكتيف وبنفس الوقت سمبل. اوكي. زيدنا شويه بلاش، خلينا على لون بيج مثل ما قلنا، وخلينا حمره نودز.